فريق سمارت فوتبول وفريق اوفرلاب دوره سوبر جونيور مواليد 2010. في مباراه السيمي فاينل اللي هيغلب هيصعد للنهائي. على الكوره يا احمد مش على جسمك. انت هتاخدها. انتوا الاثنين بتصوروا. ايوه يا احمد شويه يا حبيب. حلوة 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 حلوة
1-0. 1-0 في الدقيقة 14. يا ولد يا ارضي 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 يا باشا، مش عايز عالي. All right.
الوقت ده يا كابتن. هل لسه اولها؟ في اولها كده؟ عايز انادي عليكي بس انت قلت لي ما تتكلمش. بتعمل ايه؟ Yeah.
كويس وعملنا شغل حلو كويس. يلا ميشي، هاي ميشي، هاي ميشي. يا جماعه مع واحد يا جماعه مع واحد.
الحسين لفوق، شيل من هنا ابويا يا صاحبي. حلوة 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 حلوة. الهدف لا اول حلوة 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 حلوة. الهدف لا اول اوفر جول، هدف التعادل. ولا حسن ايوه عم نادي. واحد واحد. ظبط الشبكة دي يا ياسر، شبكة مخرومة يا ياسر. شبكة مخرومة يا ياسر. ليه؟ الكرة عدت منها ايه؟ ايوه عدت مخرومة عملتها ايه؟ يا ولد قاطع ده يا ولد، يا قاطع يا لعيب. يا ولد قاطع ده يا ولد، يا قاطع يا لعيب. عسكري زقرودة زقريدة صغير زقريدة زقريدة بس لعيب. 2-1 ده دماغه سن قاطع. لا شفت راح راح مين يا جماعه؟ ما تعرفوش عنه حاجه والله. مين قاطع؟ سن فاضل. يلا بقى يلا. 2-1 مصطفى مصطفى شكلنا هنشوف اجوان كتير. ياسر طلع لي في الملعب ده. ياسر طلع الراجل اللي واقف ده، طلع في الصوره بعد ايدك يا كابتن. ولد ديشة يا ده ديشة شويه ديشة. شوفوا حمزه طلع قوي. شوفوا مع حمزه كده يا ياسر. حمزه هناك اهو. حمزه لابس تيشيرت غير التيشيرت، فطالع في الكادر معايا. ماشي بس خليك ماشي جنب الحديد. ماشي بقول لك ايه، هنزل بص هكتف. اسكت بس بقول لك ايه، هتبني وقتها ما تخافش من مكان الناس كده. اكل واشرب كل العد ده. انت لا فوق دماغك الكره متاخره. يستنى ان هو يكمل عليها. الشو الصراحه بيجري مع كل كوره، واخد الموضوع جد. ادم انت نايم ليه؟ ها؟ عايز اعرف انت نايم ليه بس؟ مش فاهم. طب ما تلعب، ما تتحرك شويه. تعال اطلع معانا هنا. طيب ادم تعال اطلع اقعد هنا. ها؟ تعال اطلع اقعد هنا. يمالي سويته. يمالي سويته. يا حمزة. هو الحكم راح فين؟ مع التبونه. حمزة. خد اقول لك.
انتوا هتلعبوا الحقيقه وانا ما اعرفش ولا ايه؟ طلعتوا في حاجه ناقصه؟ لا خلاص. طيب ما تلعب اقوى شويه ورجلي تحرك الملعب شويه، مش كل كوره تاخدها تروح الملعب في الهجوم. هو ليه شتم ولا حاجه يا كابتن؟ حد شتم ولا حاجه لولا الامور؟ لا التليفون بتاعي كنت حاطه هنا، حد خده بس لو قلنا حاجه ثانيه. ادم في النص مين؟ يلا معتز، ثلاثة مين؟ سلم وجرب عبوك المساحة.
برافو يا حاج، برافو يا حاج. وايه اللي وداناك يا كابتن؟ مش لوحده؟ حد من اولياء الامور كان يعني افتكر ان هو ما فتح حد يعني ضايع. اه. حط على الترابيزه هناك. حلوة حلوة يا آدم، حلوة حلوة ماشي. حلوة التروهات دي، خليك شغال. معلش شايف اصلا خلاص في المونتاج بقى يعني مستعجل ليه؟ هو مش عارف الكوره من قد كده مش باين. ارجع يا عم، والاضاءه تعبانه خالص. اه الاضاءه وحشه يا عم. اتكلموا سليم اهو اهو. لا يا مصطفى، لا يا ديش، لا يا ديش. ضربة جزاء لعلمك، هو ما كانش هيرفع غير لما الواد رفع له. هو مش هيقول عاوز يرفع. يلا 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 يلا، مش مشكلة. يلا يا سلام. يلا يلا يلا، خلاص خلاص هتتصد ان شاء الله. ركز يا بودي. مالك اديك سندوتش حلاوه باللوز يا مالك. بره يا مالك، بره يا مالك. انا لوكا ده الحارس رامي نفسه قبل ما تشوط. مالك بره يا مالك، بره يا مالك. انا لوكا ده الحارس رامي نفسه قبل ما تشوط. اتنين اتنين. يلا يلا كويس. حلو يا سلام، حلو يا سلام.
ايوه عم مجدي عسكري عامل ايه عسكري بدر من وحشه يا يويو يلا يلا بسرعة بسرعة سلم 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 يلا 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 يا ادم مش هتتكلم يلا يا معلم نص الملعب اهو يلا حكم بانتهاء الشوط الاولاني بالتعادل 2-2 بين اوفلا وسمارت فوتبول حبايب في الشوط الاولاني وشكلهم هيبقوا حبايب في الشوط الثاني ونلعب بلنتات برضه زي حكايتنا الراجل ده برضه ونلعب ده ماما